السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أعزائنا الطلاب، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من مادة الأحياء. معاكم رانيا المعداوي، خبير مادة الأحياء بوزارة التربية والتعليم. النهاردة عنوان درسنا هيكون البروتينات. يلا نبدأ مع بعض. طبعا اتعودنا إن احنا نبتدي الأول بنواتج التعلم اللي احنا هنشتغل عليها. أول حاجة أن تحدد أهمية البروتينات. طب إيه هي البروتينات؟ البروتينات هي عبارة عن جزيئات بيولوجية كبيرة الحجم تتكون من أحماض أمينية، يبقى المونيمر بتاعي اسمه الأحماض الأمينية. تشكل بروتينات البنية التركيبية لجميع الكائنات الحية. كل كائن حي من أضخم الحيوانات إلى أدق الحيوانات يتكون من بروتينات. تسهم البروتينات في العمليات الكيميائية الحيوية التي تحفظ الحياة وتعمل على استمراريتها. طيب البروتينات أهميتها إيه؟ أول حاجة البروتينات أحد المكونات الأساسية للأغشية الحيوية. الغشاء الحيوي أو الغشاء البلازمي الموجود عندنا في أي خلية، سواء خلية نباتية أو خلية حيوانية، ده هندرسه بالتفصيل. يعني جايز الجزء ده احنا بناخده دايما بالشكل ده، لا ده هندرسه بالتفصيل في الباب الثاني اللي هناخده إن شاء الله في الحلقات القادمة. لكن من ضمن المكونات الرئيسية ومن ضمن الأشكال اللي هي شبه الشجرة دي عندنا، دي هي البروتينات اللي موجودة في الجسم. الفايدة الثانية، البروتينات تكون العضلات، الأربطة، الأعضاء، الأوتار، الغدد، الأظافر، الشعر. تلاحظوا ان البروتينات بأنواعها، يعني انا عندي انواع كتيرة جدا من البروتينات. في بروتين يخش في الشعر، في بروتين للأظافر، في بروتين للجلد، في بروتين للروابط اللي موجودة في العضلات، لأنواع من البروتينات. كل دي انواع. الله، طب ده جسمنا كله عباره عن بروتينات؟ في معظم اجزاء كتيره في جسمنا هي عباره عن بروتينات. رقم 3، البروتينات تدخل في كثير من سوائل الجسم الحيويه مثل الدم والليمف. يعني الدم لو احنا جينا شفنا تركيبه هنلاقي فيه اجزاء كتيره فيه عباره عن انواع من البروتينات. البروتينات ضروريه لنمو الجسم. يعني ايه ضروريه لنمو الجسم؟ يعني الجسم بتاعنا عشان ينمو لازم يكون في الاكل بتاعنا انواع مختلفه من البروتينات. البروتينات دي سواء نباتيه او حيوانيه تساهم في بناء العضلات زي ما قلنا، في بناء الشعر، في بناء الاظافر، في بناء عضلات الجسم كلها. كل الحاجات دي كلها بيساهم فيها البروتينات. عشان كده ننصح دائما بتناول كميات متوازنه من البروتينات، لانها ضروريه للنمو سواء للطفل او للشخص البالغ او لاي شخص موجود عندنا. رقم 5، الانزيمات والهرمونات من البروتينات التي تحفظ وتنظم جميع العمليات الحيويه. الله، ايه علاقه الانزيم والهرمون بالبروتين؟ هو الانزيم والهرمون هما في الاصل بروتين، تركيبا كيميائيا هو عباره عن بروتين. يبقى الانزيمات والهرمونات بروتينات، يبقى من ضمن الاهميه بتاعه البروتينات انها مكون أساسي للإنزيمات والهرمونات. رقم 6، البروتينات مكون أساسي من مكونات الكروموسومات. الكروموسومات اللي داخلة في الـ DNA وعبارة عن المادة الوراثية اللي موجودة في جسمنا، داخل في تركيبها برضو البروتينات. البروتينات دي تركيبها إيه؟ التركيب الجزيئي ليها إنها عبارة عن جزيئات كبيرة معقدة اللي هي بنسميها بوليمرات، لها وزن جزيئي كبير. اتفقنا يعني ايه وزن جزيئي كبير؟ يعني عدد ذراتها كبير، يعني الذرات اللي داخله في تركيبها عددها كبير. وتتكون من وحدات بنائيه، الوحده البنائيه اللي هي المونيمرات تسمى الاحماض الامينيه. كنا خدنا في الحلقات السابقه ان الكربوهيدرات الوحده الاساسيه ليها هي السكر الاحادي، ان الزيوت والدهون والليبيدات هي الوحده الاساسيه ليها، والمكون الرئيسي المونيمر بتاعها هي الاحماض الدهنيه. البروتينات كمان كجزيئات بوليمرات الوحدة الأساسية المكونة ليها اللي هي المونيمر بتاعها اسمها الحمض الأميني. زي ما انتم شايفين ان الأحماض الأمينية دي عبارة عن زي أجزاء صغيرة منفصلة عن بعض، يوم ما بتتحد مع بعض ما بتديش بروتينات على طول، الأول بتتحد بطريقة أبسط شوية فبنسميها في الحالة دي عديد بالتايت، وبعد كده تتحد بطريقة معقدة وتسمى في الحالة دي البروتين. يبقى البروتين ليه مراحل، الاول بيكون عباره عن احماض امينيه، الاحماض الامينيه تتجمع بطريقه بسيطه شويه وتتحد كيميائيا وتديني حاجه اسمها عديد بيبتايد، وعديد البيبتايد يحصل له عمليه تعقد وتشكل ويديني البروتين. يبقى البروتين في الاصل عباره عن احماض امينيه. طب ايه هو الحمض الامين؟ هي جزيئات بناء البروتين او وحدات بناء البروتين. طب هي ماده عضويه، تمام. طب بتتكون من ايه بقى؟ من كربون وهيدروجين واكسجين. ما كل المواد العضويه كده، ولكن بنزود عليها النيتروجين.
يبقى عنصر النيتروجين اول مره بيخش عندنا في المركبات موجود في الوحده او في الحمض الامين. الاحماض الامينيه تتكون من ذره كربون تتصل بمجموعتان وظيفيتان من الحمض الاميني، هما الكربوكسيل ومجموعه الامين. زي ما هو واضح في الرسم عندنا، انا عندي ذره كربون رئيسيه او بتتحد معها اربع اشياء. اول حاجه ذره هيدروجين، تاني حاجه مجموعه اسمها مجموعه الالكايل ودي اللي بتتغير، ثالث حاجه وهي مجموعه الكربوكسيل اللي هي COOH ودي مجموعه حمضيه. يعني ايه مجموعه حمضيه؟ يعني تميل الى الجهه الحمضيه في الاسس الهيدروجينيه. المجموعه الثالثه هي مجموعه NH2 او بنسميها مجموعه الامينو. يبقى انا عندي اربع ذره الكربون حواليها اربع حاجات. طيب ايه اللي بيتغير؟ اللي بيتغير مجموعه الالكايل. يعني الهيدروجين ثابت، مجموعه الكربوكسيل ثابته، مجموعه الامينو ثابته، الوحيده اللي بتتغير من حمض اميني لاخر هي مجموعه الالكايل، وهي دي اللي بتدي له التنوع بتاعها. طب ممكن جدا يسالنا في الجزئيه دي، ممكن يقول الاحماض يجيب لك حمضين امينين ويقول لك وجه الاختلاف بينهم هيكون فين. اي حمضين امينين طالما مختلفين يبقى الفرق بينهم في الالكايل. طب في ذره الهيدروجين لا، سواء الكربوكسيل او الامينو لا، الفرق فيهم هيكون في مجموعه الالكايل. مجموعه الالكايل اللي موجوده عندنا بتختلف من حمض امين لحمض اميني اخر وبالتالي بتتكرر. طب عدد الاحماض الامينيه كام؟ عدد الاحماض الامينيه 20، 19 منهم فيهم مجموعه الكايل، وواحد بس هو الجلايسين هو اللي فيه ذره هيدروجين ثانيه بجوار الذره الاخرى، يبقى الجلايسين بس هو الاستثناء. يبقى انا عندي 19 مجموعه الكايل مختلفه ل 19 حمض امين مختلف. تتكون البروتينات من وحدات متكرره من الاحماض الامينيه التي ترتبط مع بعضها بروابط بيبتيديه. يبقى اسم الرابطه عندنا اسمها الرابطه البيبتيديه. يعني لو عندي حمض اميني بيرتبط بحمض اميني اخر، الرابطه هنا اسمها رابطه بيبتيديه. خلي بالنا من الاسم كويس قوي. الرابطه دي بتكون باتحاد الكربوكسيل من مجموعه ومع مجموعه الامينو من حمض اميني اخر، بتكون بنزع جزيء ميه، بناخد من الكربوكسيل او اتش وبناخد من الامينو هيدروجين، او اتش مع هيدروجين بيدوني مجموعه ميه، وبالتالي يحصل بينهم رابطه اللي هي مجموعه البيبتيدات او رابطه البيبتيدات. زي ما هو واضح عندنا احنا هنا بنعمل في الرسم وده موجود عندك في الكتاب بين حمض اميني واحد وحمض اميني اثنين، وبيدوني مركب اسمه ثنائي البيبتيد. ثنائي البيبتيد يسمى ناتج اتحاد حمضين امينين، ونركز مع بعض، باسم المركب ثنائي البيبتيد. الله، طب لما يتحد اثنين امينيين باسم مركب ثنائي البيبتيد كام جزيء ميه طلع؟ واحد. طيب سلسله البروتين لما يتحد عده احماض امينيه مع بعض هيديني عديد بيبتيد، كام جزيء ميه طلع؟ لو احنا قلنا مثلا الايدي دي اربعه، كل واحده من دول حمض اميني، طب الحمض الاميني ده لما يتحد مع ده هيديني جزيء ميه، وده لما يتحد مع ده هيديني جزيء ميه، وده لما يتحد مع ده هيديني ثلاثه. طب لو هما الخمسه هيديني اربعه، يبقى دايما نقص من عدد الاحماض الامينيه اللي مديها لك في السؤال واحد، وهو ده هيديني جزيئات الميه. ده في حاله ان هو بيعمل عديد بيبتايد، لكن ثنائي بيبتايد كل اثنين يدوني واحد. خلي بالنا من النقطه دي، خلي بالنا كويس من النقطه دي، ان كل اثنين يتحدوا مع بعض هيديني جزيء ميه واحد، لكن اتحاد عدة أحماض أمينية مع بعض هيديني العدد ده ناقص واحد، عدد الأحماض الأمينية دي ناقص واحد، ده هيكون عدد جزيئات المية الناتج. لا يشترط عند تكوين البروتين أن يتم الاتحاد بين أحماض أمينية متشابهة، مما يعطي احتمالات واسعة جدا ومتنوعة لتكوين البروتين. يعني إيه؟ يعني أنا عندي 20 حمض أمين، ال 20 حمض أميني اختلاف اتحادهم مع بعض بيديني أنواع كثيرة من البروتين. يعتمد اختلاف البروتينات على اختلاف انواع وترتيب وعدد الاحماض الامينيه. يبقى انواع، ترتيب، عدد الاحماض الامينيه هيفرق معانا، كل ما يختلف هيديني نوع بروتين مختلف. بيدينا امثله للاحماض الامينيه زي الجلايسين، الالانين، الفالين، في احماض كتيره جدا موجوده عندنا. طب لو احنا جينا صنفنا البروتينات، يعني عملناها اجزاء، هنصنفها حسب ايه؟ قال حسب المواد التي تدخل في بنائها. يعني ايه؟ يعني انا عندي دلوقتي البروتينات في نوعين كبار من البروتينات، بروتينات بسيطه وبروتينات مرتبطه، ايه دي وايه دي؟
البروتينات البسيطه هي البروتينات تتكون من احماض امينيه فقط، ما فيش حاجه تانية معاها، الاتحادات كلها عباره عن احماض امينيه فقط، زي بروتين الالبيومين الذي يوجد في بلازما الدم، وبروتين الالبيومين برضو موجود عندنا في بذور الاوراق النباتات. طب البروتينات المرتبطه من اسمها مرتبطه بايه؟ تتركب من احماض امينيه مرتبطه بعناصر اخرى، زي البروتينات النوويه المرتبطه بالاحماض النوويه، زي ما احنا قلنا تخش في تركيب الكروموسومات، اهي ادي البروتينات النوويه. البروتينات الفوسفوريه مثل الكازين او بروتين اللبن. الثايروكسين بروتين الغده الدرقيه، ودايما الغده الدرقيه مرتبطه بعنصر اليود، يبقى يحتوي على عنصر اليود. هيموجلوبين الدم، طب الدم الهيموجلوبين اصل ليه علاقه بالحديد، هو فعلا انه بروتين يحتوي على عنصر الحديد. دي انواع البروتينات اللي موجوده في المنهج عندك، سواء بروتينات بسيطه او بروتينات مرتبطه. فاضل عندنا حاجه مهمه، ازاي اكشف عن وجود البروتينات؟ احنا كشفنا في الحلقات السابقه عن السكر الحادي وعن النشا وعن الاحماض الدهنيه. النهارده هنكشف عن البروتينات بتجربه. اول حاجه الادوات المستخدمه، كاشف بيوريت، زلال بيض، محلول نشا، محلول سكر، ماء مقطر، اربع انابيب اختبار. بنجيب الانابيب ونبتدي نحط في كل انبوبه من رقم 1 لرقم 4 زي ما هو واضح عندنا. اول انبوبه بنحط 2 ملي من الجلوكوز، تاني انبوبه بنحط 2 ملي من محلول النشا، ثالث انبوبه بنحط 2 ملي من زلال البيض، رقم 4 بنحط 2 ملي من الماء المقطر. الانابيب دي هنبتدي نحط فيها كاشف البيوريت، قطرات من كاشف البيوريت، ونشوف ونرج كويس ونشوف هيحصل. بعد الرج جيدا بنلاحظ ان زلال البيض فقط هو اللي حصل له تغير الى اللون البنفسجي، يعني الكاشف هنا اداني اللون البنفسجي. الجلوكوز، النشا، الماء المقطر لم يحدث شيء. طب المشاهده دي ان الكاشف تحول في زلال البيض بس. الاستنتاج، تحول بروتينات كاشف البيوريت الى اللون البنفسجي، اما باقي الهيدروكربونات المستخدمه في التجربه فلا تغير اللون. وبكده نكون خلصنا الجزء الاول من حلقتنا النهارده، وهناخد الجزء الثاني من الاسئله التطبيقيه على البروتينات. اول سؤال، ما عدد جزيئات الماء الناتجة من اتحاد 10 جزيئات من الأحماض الأمينية لتكوين جزيء من عديد البيبتايد؟ هل هي 5 9 10 11؟ لو فكرنا شوية كده نشوف الإجابة. 9. إزاي جه على العدد ده؟ أنا عندي 10، إحنا اتفقنا إن 10 عشان يعملوا عديد البيبتايد بنشيل 1 من الرقم، يبقى هيبقى عندي العدد 9. السؤال الثاني، نفس السؤال تقريبا باختلافات، خلي بالنا من نقطة. ما عدد جزيئات الماء الناتجة من اتحاد 10 جزيئات من الأحماض الأمينية لتكوين 5 جزيئات من ثنائي البيبتايد؟ يعني أنا عندي العشرة هم كل 2 هيعملوا جزيء ثنائي بيبتايد، في الحالة دي هيطلع عندي كام جزيء مية؟ خلي بالنا هو مختلف شوية عن السؤال اللي فات. كام جزيء؟ هل هو 5 9 10 11 جزيء من الماء؟ لما نشوف الإجابة هنلاقيها إنها 5 جزيئات من الماء، كل 2 بيطلعوا لي 1. السؤال الثالث، من أوجه الاختلاف بين الثايروكسين والألبيومين، نوع البوليمر، نوع الكاشف، العناصر المكونة لكل منهما، المجموعات الوظيفية بكل منهما. لو شفنا الإجابة هنلاقيها العناصر المكونة لكل منهما. طب ليه هي دي الإجابة الصح؟ نوع البوليمر، الثايروكسين والألبيومين الاثنين بروتينات وبالتالي النوع واحد. الكاشف الاثنين بيكشف عنهم البيوريت. العناصر المكونة، الثايروكسين كانت عبارة عن أحماض أمينية مرتبطة باليود، الألبيومين ده أحماض أمينية من نوع البسيط، البروتينات من نوع البسيط. المجموعات الوظيفية بكل منهما، كلاهما عبارة عن أحماض أمينية، وكلاهما المجموعة الوظيفية الكربوكسيل الحمضية والـ NH2 أو المجموعة الأمين القاعدية، وبالتالي ده هتبقى وجه تشابه مش وجه اختلاف. وبكده نكون خلصنا جزء البروتينات، ان شاء الله على وعد بلقاء اخر ان شاء الله مع باقي اجزاء المنهج. شكرا.